واحنا بنفكر ان احنا نقدم يعني نتقدم ل خدمة النادي الاهلي. فكرنا كمجموعة مجلس ادارة، فكرنا كلنا مع بعض، قعدنا واجتمعنا وحطينا لنفسينا التزام والزام امام الجميع ان احنا ازاي نخدم النادي الاهلي ونخدم المجتمع، ويكون لنا دور مش بس زي ما قلت رياضي، لا، دور تنموي ودور مجتمعي. عشان كده كان اللحظة اللي احنا فيها النهاردة هي لحظة بالنسبة لنا لحظة هامة جدا، لان التعاون في التعليم كان ضمن اهدافنا بالنسبة لبرنامج الانتخابي للنادي الاهلي. والنهاردة هنحقق هذا الامر الحمد لله. وبرضو كنا بنكلف كل الزملاء اعضاء مجلس الإدارة، كل واحد كان ليه دور وكل واحد كان بيحاول ان هو يسعى في الدور بتاعه. كنا كلفنا من البداية المهندس محمد سراج ان هو يعني يسعى في هذا الامر الى ان يتم النهاردة هذا الموضوع. النهاردة النادي الاهلي كيان كبير جدا، الجامعة الامريكية كيان تعليمي كبير جدا. التعاون بينهم اكيد ان شاء الله هيكون تعاون صادق وتعاون مثمر جدا للمجتمع ولقيادات القادمة في المجتمع. النادي الاهلي النهاردة بصفته الرياضية، احنا بنتفق دلوقتي او بنتكلم النهاردة على بروتوكول تعاون. النادي الاهلي فيه شهادة الاهلي التعليمية، الشهادة اللي هي شهادة في الادارة الرياضية. الإدارة الرياضية يا جماعة ليها عناوين كتير جدا جدا. إزاي بتدير مؤسسة كبيرة؟ إزاي يكون عندك نوع من أنواع الفكر التسويقي، الفكر التمويلي؟ إدارة المنشآت الرياضية محتاجة يعني محتاجة خبرات كبيرة، محتاجة فعلا ننطلق شوية للعالم بتطور كبير. النهاردة احنا في هذا الصدد، النادي الاهلي لازم بيمد ايده وبيساعدنا جدا الجامعة الامريكية بما ليها من تاريخ كبير جدا. ازاي نعد كادر ونعد شخص يستطيع ان هو، او طبعا اشخاص كتير ان شاء الله يستطيع ان هم يعني يفيدوا بتطور عالمي، يفيدوا في كيفية ادارة المنشآت الرياضية من كافة الوجوه. ده امر اعتقد ان هو هيعود بالنفع على جميع الرياضيين وجميع المنشآت الرياضية، امر اعتقد ان هو يعني يفخر به النادي الاهلي واعضائه، ان كل واحد فيهم النهارده بيحس فعلا ان احنا متجهين اتجاه اخر. احنا بنسعى جدا جدا زي ما قلت للبطولات والانتصارات، لكن بنسعى كمان جدا لان احنا نشارك في تطوير الانسان. اهم حاجة عندنا الانسان او المواطن، ده مهم جدا جدا ان احنا كل مؤسسه رياضيه او غير رياضيه تستطيع ان تقدم شيء للمواطن المصري يا ريت تقدمه، لان احنا في النهايه ده كله ده هيجتمع في النهايه لتطور بلدنا باذن الله، وده الامر اللي احنا بننهجه جميعا او نتمناه جميعا باذن الله.